صراخ شعبي في طرقات العديد من دول العالم يشق الصمت الدولي مطالبا بالتوقف عن الإبادة الجماعية في فلسطين. الشعوب العربية من أوائل الشعوب التي انتفضت من أجل دعم المدنيين الأبرياء في غزة، فتظاهر الآلاف في الأردن وقطر والمغرب والعراق واليمن ولبنان للإعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان المستمر. وطلب المشاركون بمقاطعة كافة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال. أما في الولايات المتحدة الداعمة لجيش الاحتلال، فانتفض سكانها في العديد من الولايات والمناطق، فأغلق عشرات المتظاهرين الأمريكيين أحد الجسور الرئيسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ورفعوا لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. واندلعت تظاهرات مؤيدة لوقف العدوان على غزة داخل مبنى جامعة ميتشغان. وفي العاصمة واشنطن تظاهر العشرات مرتدين اللباس الطبي ولونوا أيديهم باللون الأحمر تعبيرا عن استهداف الاحتلال للمستشفيات وقتل الأطباء والنازحين داخلها. وتم تنظيم تظاهرات مماثلة في باكستان واسكتلندا ومدينات ريد بريك في بريطانيا واليونان وألمانيا تنديدا باستمرار عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. ونظم مناصرون للقضية الفلسطينية في اليابان وقفة أمام السفارات الإسرائيلية في طوكيو احتجاجا على العدوان على غزة وقتل الأطفال والمدنيين. وفي كوريا الجنوبية أقام محتجون نصبا من الأحذية تعبيرا عن الضحايا الذين رحلوا، وعبروا عن رفضهم لقتل الأطفال والرضع في قطاع غزة. وفي إندونيسيا تظاهر المئات أمام عدد من الشركات العالمية داعين لمقاطعتها في ظل دعمها لجيش الاحتلال. انتفاضة شعبية عالمية تعبر عن دعم قطاع غزة في مواجهة آلة القتل الغاشمة تحرج العديد من الدول التي غضت طرفها عن جرائم الاحتلال.